خير عليكم حبايبي. النهاردة انا هعمل معاكم طريقة مختلفة خالص خالص، يعني اول مرة هعملها وهجربها معاكم. عمل البتنجان بطريقة مختلفة. زي ما احنا عارفين البتنجان من في حديد كويس ومفيد للاطفال وخفيف، غير بطاطس نشويات ونتخن على الفاضي. فانا قلت اعمل حاجة خفيفة كده بدل الجعدة والتخن، نخس شوية. هي مش دايت بس يعني اخف من بعض الاكلات التانية. انا عندي برنجان ده انا سلجاه شوياه سوري في الفرن وضربته في الكبة، وده عندي كزبرة وشوية خضار ضربتهم في الخلاط وعليهم كام فص توم، وهنا توم لوحده، وهنا بدنجانة انا سلقتها سوري شويتها لوحدها وقسمتها من النص، ودي خل. انا ما بشويش البدنجانة دي جامد، يعني بشويها نص شوية كده عشان هوريكم هعمل فيها ايه دلوقتي. يلا نبدأ معانا. اول حاجة انا هحط الطاسة وهحط فيها زيت وسمنة، زيت سوري وتومة، وهوريكم هعمل ايه. حطيت الزيتة وحطيت التومة. اول ما التومة تدي لون اصفر كده هحط البدنجان اللي انا ضربه في الخلاط. التومة ابتدت تاخد لون. طبعا انت هتقولوا هي لونها غريب كده ليه او مدي على اخضر كده، لاني انا ضربتها بعد ما ضربت الخضار الخضار اللي قدامي ده فيها، فبقيت لونها مغدر شوية. دلوقتي انا هحط بسرعة البتنجان. التومة اللي عندي وهسيبها تتقلب شوية، وبعد كده احط شوية من الخضرة اللي عندي اللي انا ضربتها في الكبة من شوية. بعدين هحط كمون كده، هحط ملح وبهارات وكل التوابل اللي عندك. وده كان الطبق الاول معايا. دلوقتي هعمل البتنجان التاني. الطريقة بقى هتبقى ايه؟ هتبقى باجي الخضار اللي انا عملته وضربته ده وهحط له والتوم معاه، هحط له ملح وكمون وفلفل وبهارات وخل وليمون. الملح الاول للبتنجانة نفسها، دي توابل، معلقة خل، معلش ما عرفتش اصور معاكم عشان كان ابني معايا. زي ما قلت هحط على العروس توابل ومعلقة خل وملح، وهنا حطيت ملح ومعلقة خل وفلفل اسود، وهحط كمون. اخر حاجة هعمل الليمونة بدل الخل على الخضار. انا ما حطيتش خل سوري، نسيت وقلت ان انا حطيت خل، انا حطيت نص ليمونة عليه. عايزة تحطي شطة براحتك، انا ما بحبش الشطة فما بحطش. نحط الخلطة بقى في البدنجانة، في نص البدنجانة، واقلبها كده. حط لها الليمون وملحها من هنا من هنا ومن الجنب التاني. معلش وانا بحط الكمون اتكب كله من العلبة في على البدنجان سوري. ده البدنجان عندي جاهز كده. بحط له ممكن لو حابين تحطوا شرايح طماطم فيه مقطع كده قطع من الصغيرة.
بالشكل ده. اوكي هنا بحط حبة زيت على الطبق الاول كده. الزيت كترت مني، مش عايزة اكتر الزيت. وكده الاكل جهزت معايا، اتمنى انها تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.